طيب خلينا نروح لتقرير بعد كده وهنختم بيه الفقرة الأولى. والتقرير ده بيتكلم عن يعني الأضرار الصحية هنا والنفسية لما ما بنمارس يعني رياضة. فكرة هنا إن دايما بيقولوا ان فوائد الرياضه وبنشوف تقارير ونقرا ارتكلز حاجات زي كده، بس ايه بقى يعني المشكله او الاضرار الصحيه وكمان النفسيه لو انت ما بتتحركش ومش بتمارس رياضه؟ فاعتقد ده هيبقى يعني فيديو جراف مهم جدا، تابعوه وبعد كده فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.